فهؤلاء الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصطحب هؤلاء الصالحين، يصطحب هؤلاء الأخيار. لذلك قال له الله سبحانه وتعالى، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء الصالحون أمر الله تعالى نبيه أن يصطحبهم ولا يفارقهم. قيل سأل رجل الإمام أحمد بن دينار، قال له: يا إمام، دلني على عمل إذا عملته غفر الله لي. فماذا قال له الإمام مالك؟ قال له: يا عبد الله، عليك بحب الصالحين. الله، انظر، عليك بحب الصالحين، لعل الله ينظر إلى قلب واحد منهم فيجد اسمك مكتوبا فيه فيغفر لك. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هؤلاء الفتية، هؤلاء الذين أمر الله تعالى نبيه بأن يلازمهم ويجالسهم